مرحبا بكم في قناة معاني الأسماء. اليوم سوف نتعرف معا على أحد الأسماء العربية القديمة التي ظلت منتشرة إلى وقتنا الحاضر، وهو من الأسماء الخفيفة على اللسان والقيمة في المعاني. ابقوا معنا لتتعرفوا على معنى وصفات هذا الاسم. معنى اسم قصي. قصي اسم علم مذكر من أصل عربي، وقد جاء على صيغة التصغير على وزن فعيل من الفعل قصيا وقصيعا، يقصى قصا وقصاء، فهو قصي يقال قصي المكان أي بعد، وقصي عن أهله أي تباعد عنهم، والقصي هو المكان البعيد والمتباعد عن أهله، كما ورد في قوله تعالى فحملته فانتبذت به مكانا قصيا أي فحملته إلى مكان بعيد، سورة مريم آية 22. صفات حامل هذا الاسم: إنسان ذو شخصية قيادية ويحب أن يكون دائما في الصدارة، اجتماعي في طبعه وواقعي في تعاملاته، ويميل لتكوين العلاقات مع الآخرين، يحب الخير لكل الناس ويحب أن يرى البسمة على وجوه من يحب، قلق كثيرا ولا يجيد التركيز في أكثر من شيء، لديه خاصية جمع المال والإنفاق بسخاء، يتمسك بمواقفه لدرجة العناد أحيانا. هل تجد أن هذه الصفات تتوافق مع من يحمل اسم قصي؟ ما هو الاسم الذي ترغب أن نكتب عنه في المرة القادمة؟ شاركنا بتعليقك. لا تنسى الاشتراك معنا في القناة ليصلك كل جديد، وشكرا على المتابعة.